أبناي رفعت الصافي شي يقول؟ على سنة رسول الله ردت خلي وطردوني بوقت هوادم تصلي. أبوها يقول مو من ثوبنا وننطي تنصحو ياخذ المشاية ويولي. وعمها عمها يقول مو بس ما قعد ويا لا هذا بحلم ما قعد ويظلي. ومن قد ما صبرت على الحكي اللي ينقال المفروض الواحد بساعتها ينزلي. وامي ام تقرص بخاصرتي وتقلي وكب هاي البهذلة تال العمر شلي وقلها لخاطري تحملي. ايه تحملي وترد تقول ولك هاي المذلة مو للذحلي. وبتهم واقفة تصرخ بظهر الباب لو ميت ولا هالموقف احسلي. من يطبب رقبتي بفتحة الحلقات اي ما يبرد بحبل المشنقة غلي. مفكر بالذهب أكثر من الصياغ قد ما قلت يا أبو الفضل سهلي. قمت وش قد مشاعر بقن على الطبلات. لا والله بقيت ببيتهم كلي. قمت ودموع حجر بي من مكفاي ومشلول النفس بالقوة يوصلي. مو بس بالجلد ثار الفراق فراق حتى عظام ما يخلي إلا بسهن قبل لا روح من رديت قامن ما يكفلي. الساعة ومحبسي طاحن طبيعي هواي بس المو طبيعي عيوني من رديت قامن ما يصير لي.